خلص يا ما تزعليش حالك يا حبيبة قلبي، روح يولي خلاص، ايه فشل اللي نزل دمعتك انتي حبيبتي يا ما حبيبتي. مساء الخير. مساء النور. اهلين ابو فؤاد. اهلين. شو بابا حبيبتي؟ اهلين بابا. خير مالك؟ اتزعلت هي وجوزها، اتقتلت هي وجوزها وتركت له البيت. خير بابا؟ شو صار بابا؟ انا اتقاتلوا ويعني وصلت خناقتهم لوين وين، ونزلوا بعض تكسير صحون زي تبعون اليونان هدول. اه وبعدين قال ايش، كسروا البيت كله. وايش بعدين يا ما؟ اه استني قال ايش، الافندي بيكذب عليها وهي لقطته، ولما واجهته انكر وقال ايش بهدلها لانها بقى تتحقق وراه. شوف الوقاحه لوين. لا بابا حبيبتي، معلش حبيبتي، الله يرضى عليكي، يعني مش كل ما دق الكوز بالجره تحملي حالك تروحي على بيت اهلك. الست ما الها الا بيتها وعيلتها. اقعد انت، مش وقته هذا الحكي. كيف يعني الست ما الها الا بيتها؟ لما جوزها يكون مثل هالشكل، لا بيت ابوها بترجع عليه معززه مكرمه. ما عاش اللي نزل دمعه حبيبتي بنتي يا حبيبة قلبي، يا أميرتي، هاي بهدلها. يا ستي على عيني وراسي، بس الست ما إلها إلا بيتها وجوزها. هو تقعد وتسكت أنت؟ ما إلها إلا بيتها وجوزها، لما يكون جوزها زي هيك إلها جوزها وبيتها. آه حبيبتي يما، قومي سوي لنا كاستين شاي من إيديك الحلوين. والله اشتقت لكاسة الشاي من إيدك يا أميرتي بالنعنع يما. وبعدين سيبيك، شو بدك فيه؟ هيك قاعدة عندنا معززة مكرمة يما. قومي يما، قومي سوي لنا شاي الله يرضى بالنعنع. حبيبة قلبي أنت، قومي الله يرضى عليكي. قومي، البنت ما إلها إلا بيت جوزها. إذا بتضلي على هالحالة ما حدا راح يخرب بيتها غيري. لا والله أنا اللي أخرب بيته، هالواطي ودباره عندي وأنا إم فؤاد.